الجزائر مباشر فضاء الأخبار والأحداث على الإخبارية وعينك على الخبر والحدث. الحدث اليوم في الجزائر مباشر: الحركة الانفصالية ماك تتآمر ضد الوحدة الوطنية ومصالح الأمن، تكشف المخطط في الملف دعم وتمويل من دول أجنبية للحركة الانفصالية ماك ورشاد لزعزعة الأمن والاستقرار. ودوليا ليبيا مسلحون يصعبون عقد أول اجتماع لحكومة دبيبة في بنغازي. هذه عناوين الجزائر مباشر. قبل التفصيل فيها موجز لأهم الأخبار تقدمه أسمهان مؤمن. أسمهان تحية لك، صحة فطورك. تحية محمد، صحة فطورك. نلتقي بعد جنريك مشاهدينا. موجز العاشرة مساء، أهلا بكم وتقبل الله صيامكم. بداية بوريا، ثرى عصر اليوم بمقبرة بن عكنون بالعاصمة جثمان الفقيد المجاهد والحقوقي ومؤسس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور، الذي وفته المنية أمس عن عمر ناهز 100 عام. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد بعث أمس برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد وذويه ورفاقه المجاهدين، أشاد فيها بمساره النضالي الطويل في صفوف الحركة الوطنية وأثناء ثورة التحرير المجيدة وخدمته للجزائر المستقلة. وقد حضر تشيع جثمان الراحل مستشارون لدى رئيس الجمهورية والأمين العام لوزارة المجاهدين، إلى جانب شخصيات وطنية وسياسية ورفقاء الراحل. إنا لله وإنا إليه راجعون. استكمالا للتحقيقات الأمنية المتعلقة بالعملية المنفذة أواخر شهر مارس الماضي من قبل المصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمتعلقة بتفكيك خلية إجرامية متكونة من منتسبين للحركة الانفصالية الماك متورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن، بالإضافة إلى حجز أسلحة حربية ومتفجرات كانت موجهة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية. تم الكشف عن الإعداد لمؤامرة خطيرة تستهدف البلاد من قبل هذه الحركة، حيث اتضح من خلال الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها العضو السابق في حركة الماك التخريبية المدعو حا نور الدين للمصالح الأمنية عن وجود مخطط إجرامي خبيث يتعمد تنفيذ هذه التفجيرات، ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية، حيث تورط في هذا المخطط عدة عناصر ينتمون للحركة الانفصالية الماك، تلقوا تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية. تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية لا تزال متواصلة لتوقيف جميع المتورطين في من هذه المجموعة التخريبية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار ووحدة البلاد. الاعترافات التي أدلى بها المدعو حدار نور الدين العضو السابق في حركة الماك التخريبية وحيثيات هذا الملف تتابعونها بعد الموجز بالتحليل والنقاش في برنامج الجزائر مباشر مع الزميل محمد عبدونا. سجلت 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 141 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. دعت الخلافة والعامة للطريقة التجانية بعين ماضي بولاية الأغواط الأطراف التشادية إلى التهدئة والمصالحة لتفويت أي فرصة لضرب استقرار البلاد إثر رحيل الرئيس إدريس ديبي. وحث الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ علي بالعرابي التجاني في بيان له أقطاب زاويته في دولة تشاد على السعي الجاد والحثيث للدعوة للتهدئة ولم الشمل، وهذا بمعية كافة الأطراف الفاعلة الدينية والمدنية. تمكنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي يومي الأحد والاثنين من تنفيذ هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة والمحبس بالجدار الرملي حسب البيان العسكري رقم 166 الصادر اليوم عن وزارة الدفاع الصحراوية. هذا وأشاد منتخبون محليون إسبان اليوم بصمود الشعب الصحراوي وكفاحه المستميت من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.
أغلق الجيش الإسرائيلي بحر غزة أمام مراكب الصيادين ومنعهم من الصيد حتى إشعار آخر، ويمثل الصيد موردا هاما للعائدات في غزة التي تخضع لحصار شامل منذ عام 2007. نهاية الموجز، العودة إلى محمد وبرنامج الجزائر مباشر، ألقاكم في منتصف الليل، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحف توركوم جاء في بيان وزارة الدفاع الوطني ما يلي: استكمالا للتحقيقات الأمنية المتعلقة بالعملية المنفذة في أواخر شهر مارس 2021 من طرف المصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمتعلقة بتفكيك خلية إجرامية متكونة من منتسبين للحركة الانفصالية ماك متورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن، بالإضافة إلى حجز أسلحة حربية ومتفجرات كانت موجهة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، ثم الكشف عن الإعداد لمؤامرة خطيرة تستهدف البلاد من طرف هذه الحركة. عبد الحليم علام. وأضاف البيان طبعا بأن العملية تعكس مدى يقظة المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني وقدرتها على إحباط المخططات الإجرامية لا تزال متواصلة لتوقيف جميع المتورطين في هذه المجموعة التخريبية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار ووحدة البلاد. ضيوف الجزائر مباشر على التوالي الأستاذ أحمد كروش الخبير الأمني. أستاذ كروش مرحبا، شكرا على قبول استضافة الجزائر مباشر. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. أهلا بك وشكرا كل المستمعين. مرحبا، ورحب كذلك بالبروفيسور محمد برقوق، أنت أستاذ الدراسة الأمنية والاستراتيجية. بروفيسور مرحبا، شكرا على قبول استضافة الجزائر مباشر. السلام عليكم، شكرا دعوة صحفتكم. أبدأ معك بروفيسور برقوق. مخطط شامل يحاك منذ سنوات ضد بلادنا يمثل تهديدا حقيقيا، كيف ذلك؟ أظن أن الجزائر تعيش في وضع أمني إقليمي مضطرب، ولكن أيضا تعيش هذا الوضع بحكم مواقفها المبدئية المرتبطة بالدفاع عن حقوق الشعوب في فلسطين والصحراء الغربية، ولكن أيضا بحكم خياراتها القائمة على الاستقلالية وسيادة القرارات. وأظن أنه مثل هذه المخطط ومخططات سابقة تبرز في نظري ثلاث أشياء. الشيء الأول هو شيء مشترك مع جميع الدول العربية، أن نعيش لحظة استراتيجية فارقة، أن هناك مخططات تهدف لتفكيك الدول وإعادة ترتيب جيوستراتيجي للمنطقة. الشيء الثاني أن الجزائر عانت منذ على الأقل 30 سنة مجموعة من المسارات والاستراتيجيات التفكيكية التي تهدف ليس فقط لضرب استقرار، ولكن لضرب وحدة ووجدان الدولة الجزائرية. الإرهاب وما رأيناه لاحقا من مجموعة من التصورات المناقضة لمبادئ وحدوية الهوية، ولكن أيضا توظيفها من طرف بعض الفواعل الدولية عن طريق أدواتها داخل الجزائر. ثالثا، ما نراه اليوم أنه بعد سنتين من الحراك الذي تميز بالسلمية
والذي والذي ايضا اثمر مجموعه من المسارات الجديده على مستوى اعاده هندسه النظام السياسي كما راينا بعد الانتخابات ل 12 ديسمبر 2019 ومن بعدها بناء دستور توافقي يؤمن للجزائريين حقوقهم ولكن ايضا يؤسس لنظام سياسي جديد قائم على مبدا الشرعيه الديمقراطيه، قائم على مبدا التوازن بين السلطات، ولكن اكثر من ذلك قائم على مبدا صون الهويه بكل ابعادها. واظن انه ما نراه اليوم ايضا هو هذا التاكيد الجزائري على التزام الدوله مثل الشعب بدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض السعي نحو مسارات غير متوافقة مع مبادئنا، رفض التطبيع، ولكن أيضا الإقرار بضرورة استمرار دعمنا للشعب الصحراوي في نضاله في إطار الشرعية الدولية بحكم أنها قضية تسيرها وتؤمن مسارها الأمم المتحدة منذ أزيد من 30 سنة. وأظن أنه خاصة بعد 1965 عندما سجلت القضية كقضية تصفية استعمار وعن طريق تفعيل حق الشعب الصحراوي في تخيل المصير. أستاذ كروش، تهديد حقيقي يطال رغبة في زعزعة أمن واستقرار الجزائر. نعم، وهذا يعني واضح، ومن خلال المسيرات والمسيرة التي ذكرها البروفيسور على أساس أن لو نأخذ من الجزائر منذ استقلالها ونتيجة لاستقلالية قرارها السياسي كانت دائما هناك جهات، لا ننسى أن الجزائر خرجت من استعمار غاشم، كانت رابع قوة عالمية آنذاك وهزمت الحلف الأطلسي. هذا الأمر لن يذهب يعني هكذا يعني بسهولة على أساس هذا الشعب الجبار الذي أعطى صورة يعني وثورة وملحمة ثورية لشعوب العالم. لن ينسى المنهزمون في هذه الحرب، وكانت يعني بدايتها يعني من حرب الرمال في 63 وتآمر على الجزائر، مرورا إلى وقت الإرهاب، كيف أن الجزائر كانت تحارب الإرهاب لوحدها بتسليط من جهات أجنبية، وكانت معروفة وكانت فتحت لهذه المجموعات القنوات والفتاوى إلى غير ذلك من الأمور من أجل زعزعة أمن واستقرار الجزائر، وحارب الشعب والجيش كتفا إلى كتف وفي خندق واحد هذه الأفة، أفة الإرهاب. وكان المجتمع الدولي أنذاك ينظر إلى الجزائر على أساس بعبارات أخرى، من يقتل من إلى غير ذلك. وكنا لما نقول الجزائر وتطرح على أساس أن الإرهاب ليس له دين وليس له جنسية وليس له حدود، كان العالم كذلك يضحك على ربما على المواقف هذه الجزائرية، إلا أن جاء 2001 وراء الإرهاب العالمي كيف يضرب. إذن هذه الأمور كلها كانت هي مخططات تأتي في هذا الإطار، ومن هنا بدأت حتى بعد هزيمة الشعب والجيش لهذه المجموعات الإرهابية بقيت هذه الفلول مدعمة من جهات أجنبية وكذلك بخلق مجموعات أخرى من أجل زعزعة أمن واستقرار البلاد. ومما ظهر آنذاك في 2002 هذه المجموعة ما يسمى المجموعة الانفصالية أو الحركة الانفصالية، حركة الماك إلى غير ذلك، مع هذا الدعم الواضح، الدعم أجنبي من جهات يعني دول إقليمية وكذلك دول عالمية، ونعرف حتى علاقات رؤساء أو من يشرف على هذه المجموعة في الخارج وعلاقاتهم بالدول الأجنبية، مثلا رئيس ما يسمى بهذا الحركة الانفصالية الماك زار الكيان الصهيوني والتقى بقيادات إسرائيلية ووعد حتى بفتح قنصليات إذا تحقق حلمه في هذه العملية الانفصالية في الجزائر. إذن كل هذه الأمور كانت بتخطيط أجنبي، بتخطيط وتمويل أجنبي، لكن للأسف ربما أحيانا بتنفيذ بأيادي جزائرية نقولها متأسفين. والآن نجد أن كل مرة وكل ما تذهب الجزائر إلى تحقيق نتائج وخاصة النتيجة المذهلة، النتيجة التي يعني كذلك أبهرت العالم كما أبهرت ثورة التحرير المباركة في استعمال القوة واستعمال الرصاص من أجل تحقيق الحق وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الجزائري، استعمل السلمية. هذه السلمية وتوثيق اللحمة بين الجيش والشعب، وكانت هذه اللحمة كذلك مثال في يعني أمام شعوب العالم كيف أن الجيش وأجهزة الأمن حمت المسيرات المليونية التي كانت تخرج إلى الشارع، واستطاع الشعب الجزائري أن يحقق أهدافه
كاملة غير منقوصة عن طريق السلمية. وهنا وذهبت أحلامهم، لأن رأينا وكنا نسمع في ذلك الوقت أن تذهب بالجزائر إلى مرحلة انتقالية. هذه المرحلة الانتقالية التي يريدونها، لأننا كلنا نعرف ما هي المراحل الانتقالية، نستطيع معرفة بدايتها لكن لا أحد يستطيع يعرف نهايتها أو المآلات التي تصل إليها. وبالتالي زادت غيظ هؤلاء وزادوا في تخطيطاتهم وزادوا في يعني تخطيط من أجل تركيع هذا الشعب الذي يستطيع التغيير عن طريق السلمية كما يستطيع يعني أخذ حقه بالقوة. وكذلك هذه اللحمة التي ولدت ما بين الجيش والشعب نجدهم ووصلوا إلى فكرة في اعتقادي أنهم أن الحدود الجزائرية أصبحت يعني غير قابلة للاختراق، يستحال نظرا لقوة الجيش الوطني الشعبي وكذلك اللحمة التي تكونت بين الجيش والشعب. ويعرفون حساسية الشعب الجزائري للمس بالحدود، ورأوا ذلك في 63، وأن هذه هي تزيد من اللحمة الوطنية وزيد من الجبهة يعني تصلب الجبهة الداخلية. رأوا الآن أن يركزوا فقط على تفتيت الجبهة الداخلية بكل وسائل، واستعملوا كل الأساليب وكل التكتيكات من أجل إيجاد ثغرة وفك هذه الرابطة المقدسة بين الشعب والجيش. وفشلوا، أرادوا أن يقوموا بأعمال يعني تخريبية أو أعمال حتى عن طريق منصات التواصل الاجتماعي من أجل تفتيت الجبهة الداخلية عن طريق مناطقية أو عن طريق مذهبية، واستعملوا كل الطرق. رأينا كيف كانت الأمور في مثلا في غردة باستعمال المذاهب الدينية، وربما في مناطق أخرى العرقية، يعني استعملوا كل الأساليب وكل التكتيكات من أجل ضرب وحدة هذا الشعب. لكن الشعب يعني دائما هو يقرأ ويفهم ماذا يخطط له، وأصبح يعني له حس أمني جد عالي ووعي حتى. نعم وعي جد مرتفع، وبالتالي دائما يضرب لهم المخططات في رقم صفر ويفشلون في أي مرحلة من المراحل. بروفيسور برقوق، للحركة الانفصالية ماك وحركة رشاد أساليب متشابهة لخلق اضطرابات أمنية أو حتى سياسية، ما هي هذه الأساليب؟ أول شيء أظن أنه نقطة الالتقاء في نظري نقطتان. النقطة الأولى هي محاولة توظيف بعدين من الهوية الوطنية، الدين واللغة من ناحية. اثنين، أنه أيضا على مستوى التواصل مع قوى أجنبية. ثلاثة، على مستوى التمويل الأجنبي. أربعة، على مستوى أيضا العمل والدعوة من أجل تدويل بعض القضايا الوهمية. أقول قضايا وهمية غير موجودة مفتعلة، وأظن أن أحد الأهداف من خلال محاولة تعنيف الحراك السلمي هو محاولة ليس فقط لتشويه صورة الحراك، ولكن أيضا خلط مسار من يفعل هذا الحراك بشكل يجعل من ورقة الحراك ليست ورقة تجنيد وليست ورقة تعبئة من نظرهم، ولكن هي الأساس ورقة للضغط من جهة على المؤسسات الرسمية، ولكن أيضا من جهة أخرى من أجل محاولة إيجاد أرضية لطلب التدخل الأجنبي. رأينا في عديد من الدول التي صارت في مثل هذه الظروف أن وظفت مجموعات تستخدم بعد الهوية. تحدث على مثلا أنبون بإندونيسيا، وتحدث على دارفور في السودان، تحدث أيضا على الأكراد في العراق، قد تحدث سابقا على كيباك في 68 عندما وظف دوغول. أنا كلها الخلفية هي محاولة لتدويل، ولكن أيضا لدعوة لتدخل أجنبي. وأظن أنه كما قلت أخ محمد، أنه لو نقرأ الحركة الانفصالية لماذا هي قريبة جدا من الناحية الكيان الصهيوني بسبب مواقفها الرافضة تقريبا للقضية الفلسطينية، بل حتى تشكيكي في قدوسيتها إن استطعت أن استخدم الكلمة، ولكن أيضا توظيفها في إطار هذا المشروع الصهيوني الكبير الهادف بالأساس إلى إضعاف كل دول العربية. من ناحية ثانية، لماذا المغرب؟ أظن نفس الشيء، أنه محاولة نظن أنه نقوم بقراءة كل المواقف المغربية تجاه هذه الحركة في الصين، لوجدناها قائمة بالأساس على ثلاث أشياء.
النقطة الأولى توظيفها ضد السياسة الخارجية للجزائر فيما يخص قضية الصحراوية. اثنين، محاولة إلهاء للدولة الجزائرية والمجتمع الجزائري عن ما يجب أن يفعل من مشاريع تنموية وتعزيز البناء الديمقراطي. وثلاثة، هو بحكم أن المغرب يقوم بالخدمة الاستراتيجية للغير خاصة فرنسا وحتى الكيان الصهيوني، يراد من خلاله أن يكون فاعلا في هذا الإطار. وأظن أنه أخ محمد إن سمحتم فقط أنه لو نقوم بقرار جيوسياسي الحركات الانفصالية في العالم في 59 حركة انفصالية. سنأتي للحديث ربما عن نقاط التشابه خاصة بعض الحركات التي لجأت إلى العنف والتحريض عليه في العالم. نستمع فيما يلي الآن مع كل المشاهدين طبعا إلى الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها العضو السابق في حركة الماك المدعو حدر نور الدين للمصالح الأمنية عن وجود مخطط إجرامي. نستمع. تم حدر نور الدين ولاية تيزي وزو 2009 كنت مع الماك حتى 2017. من لافين 2012 جاو عندنا أصحاب الماك ومن بعد كيديروا لي رينيون في تيزي وزو ولا في لي بوان سونسيبل زعما نتاع الماك في تيزي وزو يعيطوا لي ليا وكاين جماعة واحد أخرين صحابي باش كنت بزنزوف السلاح وكاع كاين جماعه اللي يقدرونا كاين جماعه اللي يخافونا ثم كي يريحوا حنايا ما يديروش النش ولا يخربوا الماك هذو ولا يريحوا ترونكيل سي بور سا يعطوا لي كونفيونس انا ندخل في خدمت شويه في معاهم. كاين بزاف نتاع الماك واحد سته ولا سبعه نتاع الماك كاين متجايه كاين مشداله نتاع بويره جاو عندنا مشداله نتاع بويره كاينوا زوج نتاع بتجايه ثاني نتاع اقبو كيف نتاع تيزي وزو جماعه نتاع الماك هذوك جاو عندنا قال لنا ولدي نور الدين بيسك نتوما راكم تبزنزو في السلاح وكاع قال لي يا ولدي اسكو تنجمو تجيبونا سلاح انا نمشي وين نلقى سلاح نشريها نيغوسي معاهم نشريه كي نوصل عندهم نقولوا باغ اكزومبل انا شريت الحاجه ندي شاك حاجه ندي 5 ملايين بالك 10 كاين حاجه اللي ندي 10 ملايين ماشي وحدي انا وصحابي فرحات يجيب دراهم يعطي لي جويف يعطوا له دراهم ماروك تمدل دراهم ندوا له دراهم بارتو كانوا عندهم غير كيما عندهم 186 مليار نتاع الدينار نتاع الجزائر على بالي ما وين حطوا هذوك دراهم حتى النهار برك اللي سمعوا كاع جماعة نتاع الأمن طاحوا على قبضوا هذاك الطوموبيلات وطاحوا على جماعة نتاع الماك يبداو يخبيو شوية كانوا جماعة يخلصوهم فرحات ومع التريزورية هذوك كان ماشي غير فرحات مهني يعطي برك لي زور ملهيه كانوا البروبليم راهم هنا لي جان نورمال كيما انايا يجيو عندي يقول لك ولدي نور الدين عندك طون شاك شهر عندك طون باغ اكزومبل عندك 20 مليون شاك شهر هما دوكا بيسك حنايا شريناهم لي كلاش ولي فيزي ابوم وزويجات هذوك ولي بيا هذوك جماعه هذو ما نتاع الماك اللي بعثوا هذاك باش يدربوا كي يدخلوا هذاك العباد كي يجيو لهنا يدربوا العباد واحد اخرين باش ضد الدوله نتاع الجزائر باش تنوض ديريكت يديروا الفتنه انا فهمت هكذا صاحبي هذاك ما يعرفش كيفاش يركب البومبات كي يمد الطوموبيل وجماعه يركبوا البومبات هذوك كي يكملوا البومبات على ثلاث ايام ولا يومين ولا وانا ما على باليش باللي كانوا البومبات داخل الطوموبيل هذا قلت له كيفاش تقتل الغاشية قال لي يا ولدي هاوليك عطاو لي 700 مليون وقالوا لي باللي مازال القدام قالوا يكون ينجحوا هذوك مازال لي زوطر ولايا كي سلمت روحي كي رحت عندهم قلت له صاحبي فيرسي ولو الدراهم 300 مليون بقاو حتى 700 قلت له يا ولدي رحت عنده نبدا نهضر قال لي والطوموبيلات هذوك والبومبات وكاع قال لي هذاك نتاع الان قال اش كي عرفت البلايص نتاعهم انا قلت له عرفت البلايص نتاعهم قلت له باسكو واش هضرت معاه انايا قلت له كاين البومبات هذوما وكاين تي ان تي عنده واحد في سلاح وكاع هذوما كاع نتاع الماك هذوما فرحات وجماعه اللي شراوهم قال لي يا ولدي لازم دروك نبداو بالبومبات هذوك باش ما يموتوش الغاشيه قال لهم بعد ساهل السلاح هذاك ومن بعد نروحوا للسلاح والتي ان تي قال لي نروحوا قبل البومبات ومن بعد التي ان تي ومن بعد السلاح كاين العباد النهار واش وجدوا لثم العباد اللي كاميرايو باللي يقول لهم شوفوا الدوله نتاع الجزائر كيفاش دير القبائل كيفاه زعما
باش يدير باش يخدموا الفوضى باش تخمن شويه غير سيفيل باش هندويا تحقر يقفاي تحقر الشعب بغا ندخيقنا بروبليم غير يقفاي يك الدويا باسكو كاين العباد لي كاميرا ويبعثوا هذوما للخارج الفرحات ومن بعد فرحات يديهم فوق كاميرا كلش 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 ما كاش حاجه لي صرات هنا ما كاميرا كلش كلش ايه كاميرا وكلش يديهم بارك ما تصراكش حاجه ماشي مليحه هنا في الجزائر كانوا العباد من الماك سبيسيال سبيسيال بلي كاميرا كلش هي كاميرا باش زعما كنا شمتنا ليماجنا ليماج زعما الدويا وكذا الجزائر. استمعنا الى هذه الاعترافات استاذ كروش ما تعليقك على هذه الاعترافات؟ قلنا هذه اعترافات خطيره وخطيره جدا يعني لو نقارنها باعترافات واعترافات ابو الدحداح في المره السابقه يعني نجد ان نفس يعني نفس التركيبه ونفس الصيغه الارهابيه موجوده عند الطرفين سواء عن طريق المجموعات الارهابيه او هذه المجموعه الانفصاليه دائما هو استعمال المال الاجنبي وكذلك المايسترو المايسترو واحد على اساس ان ربما سالتم البروفيسور عن الوسائل وتقارب هذين التنظيمين تنظيم رشاد وتنظيم هذا الماك اعتقد انه نفس المايسترو الذي يسير المجموعتين والا كيف هذا التقارب وهذه التقارب في وجهه نظر مع مجموعه تستعمل الدين ك يعني اقصى اليمين مع اقصى اليسار مع مجموعه علمانيه بحته وان يعملان في نفس الاتجاه وفي نفس وبنفس الاسلوب اذن هنا نستشف ان هناك معلم واحد هو من يأمر وهو من يخطط وهؤلاء فقط للتنفيذ. الآن لنرجع إلى التصريحات هذه الخطيرة التي أدلى بها هذا نور الدين نجد أن هؤلاء فعلا هما لعبة في يد أجنبية هم من يتدربون في الخارج يلتقون أموال من الخارج. المعلم هذا ربما غاضته سلمية المسيرات التي تخرج إلى الشارع وكذلك السلمية التي كانت في 2019 واللي استطاع بها الشعب الجزائري تحقيق آماله وتحقيق طموحاته هذه اغضاضتهم وبالتالي أرادوا فقط وكيف يعني العمل على انزلاق الشارع في الجزائر. الانزلاق في الشارع هو الذهاب به إلى العنف عن طريق الاندساس في المسيرات ومن ثم ربما إطلاق عيرة نارية أو تفجيرات داخل المسيرات حتى تختلط الأمور وربما أجهزة الأمن يعني إذا في مرحلة ما ربما يعني ترد على مصادر إطلاق النيران إلى غير ذلك هم يريدون الانزلاق الشارع وبالتالي في انزلاق الشارع هم جاهزون ويقولها أنهم جاهزون للتصوير وتصوير وبعدها فبركة أفلام كما يريدون وكما يشاءون ثم يرسلون بها إلى أسيادهم في الخارج لتجعل مطية من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر عن طريق استجداء التدخل الخارجي نعم عن طريق حقوق الإنسان وغيرها مفهوم. بروفيسور أسألك أولا عن الاعتراف، الاعترافات هذه لا تعتبر دليل إدانة؟ بالتأكيد هي بالأساس أنا شاهد من أهلهم وظن أنه هذه النقطة الأولى وكان ظن أنه الملاحظة الأولى أخ محمد أن ما استمعنا إليه حاليا والتأكيد على ما قاله من يقود هذه الحركة في 2018 يوم كان زائرا لبريطانيا وقال بأن ودع عفوا الشباب لتأسيس مجموعة من الميليشيات المسلحة بمنطقة القبائل بالتالي الدعوة إلى التنظيم من أجل العمل العنيف تعنيف هذا الحركة. الشيء الثاني أن المشاريع الانفصالية في دول الجنوب عموما قل ما تخلو من العمل العنيف ولجوء الإرهاب وأظن أن الملاحظة التي قدمها الأخ أحمد أن من يدير الحركة ليس بضرورة من يتحدث باسمها وأظن أنه عندما نبحث في العلاقات التشابكية لهذه الحركة لوجدناها قائمة بالأساس على إسرائيل والحركة الصهيونية ومن ثم تفعيل مشروع استعمار جديد لفرنسا وأيضا العمل كما قلت على المساهمة في تفعيل أيضا مشاريع ضد بلدنا للطرف المغربي وأظن أنه على المستوى المالي وأظن أنه المصادر الآن معلومة
خاصة بعد زيارة من يتحدث باسم هذه الجماعة الانفصالية للكيان الصهيوني في 2012 بدعوة من حزب الليكود الذي يقوده بنيامين نتنياهو. نعرف من خلال البحث العلاقة الموجودة بين هذه المجموعة ومن عين سفيرا للكيان الصهيوني بالأمم المتحدة. نفس الشيء العلاقة بين سفير الكيان الصهيوني بالأمم المتحدة والسفير المغربي وعلاقة هؤلاء مع المتحدث باسمهم عندما زار نيويورك. الشيء الثالث يجب أن ننظر إلى الحركة الانفصالية في نظر من خلال ثلاث أسئلة. السؤال الأول، لماذا أنشئت سنة 2001؟ أظن أننا بعدما دخلت الجزائر في مرحلة ما بعد الإرهاب بعد الوصول للتصويت على 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 قانون الوئام المدني في سنة 1990 بداية تنفيذه 2000 بداية عودة الأمن الجزائر، بالتالي مدخل الإرهاب تغير بمدخل آخر، مدخل تأجيج منطقة القبائل هي جزء لا يتجزأ من الدولة الجزائرية. سكان منطقة القبائل أنا وأنت منها، لا كلنا من هذا الوطن. وأظن أن من ناضل وكافح وجاهد من أجل استقلال الجزائر جاهد من أجل كل الجزائر، من تيكزيت إلى تنزواتين ومن تبسة إلى تلمسان. ونظن أنه منذ سنة 2001 نرى هناك حركة تقريبا نمو تدرجي، لا نقول تدريجي، تدرجي ليس للمطلب ولكن لراديكالية استراتيجية هذه الحركة. نعم. أسألك يعني بروفيسور، نعم. عفوا يعني أقطعك، وأنت تتحدث وفي سياق طبعا الحديث عن هذه الأساليب المشتركة بين الحركة الانفصالية ماك وحركة رشاد، تحدثنا أيضا وأثرت أن بعض الحركات التي لجأت إلى العنف والتحريض عليه في العالم تقريبا تتشابه من حيث الأجندات والأطراف التي تدعمها، كيف ذلك؟ رأينا يمكن أن نقول أن من قام بتأجيج نيجيريا في 68 بيافرا كانت فرنسا، من أراد أن يقوم بنفس الشيء في منطقة كاتانغا بالكونغو كانت أيضا فرنسا، من أراد أن يؤجج منطقة الساحل وأيضا جنوبنا الكبير في مشروع ما يسمى بمشروع جمهورية تموجغة سبتمبر 2007 هي فرنسا، مشروع نيوكولونيالي. لو نتحدث على مشاريع أخرى، من أراد أن يؤجج منطقة نوبة في مصر، قضية الأقباط في مصر أيضا هناك علاقات مع تصورات كما قلت لإعادة بناء هذا المنطقة. الحركة الانفصالية الكردية في العراق بدأت بعد سقوط الملكية سنة 1958 وكان أول من دعمها هي الكيان الصهيوني. لو ننظر إلى مناطق أخرى، مناطق مينداناو جولو في الفلبين، فاتاني في تايلاند، دائما هناك مشروع أجنبي وليس بالضرورة حركة مطلبية داخلية. أظن كما قلت في 59 حالة على المستوى العالمي خاصة على مستوى منطقتنا هناك توظيف إعلامي أجنبي حول بعض الحالات، قلت فيما يخص الأزواد، قد أقول فيما يخص منطقة تليف ومناطق أخرى، في حين في العالم الشمال تحدث على حركة الباسك في إسبانيا وفي فرنسا، أفرنسي كورسيكا في فرنسا، تحدث على الكاتالونيا في إسبانيا، أن هناك دائما محاولة لتقديم التصور بشكل آخر. تصور لا ننسى بأن فرنسا قد قامعت الحركة الباسكية وقامعت الفرنسي ولم تبني تصورا ديمقراطيا لذلك. لذلك أقول أنه اليوم فيما يخص منطقتنا وتحدث عن منطقتنا كلها ليس فقط الجزائر، يجب أن نكون حذرين جدا كسكان هذه الدول بكل ما يحاكى ضدنا. وأظن الجزائر بقيت قلعة فعلية لسيادة واستقلالية القرار عكس ما هو موجود في جوارنا، وهي القلعة التي تقريبا أصبحت بمثابة المدافع عن مبادئ حق الشعوب في تقليل مصيرها، حق الشعوب التي تصنف قضية فلسطين وقضية الصحراء الغربية، ولكن أيضا دولة صانعة فعليا للاستقرار في منطقتها، وهذا ما يقلق كثير من دول. من نقلق سيد كاروش أو بصيغة أخرى، من هي الأطراف التي تقف وراء نشاط هذه الحركات المتكالبة على الأمن القومي للبلاد وضرب استقرار ومؤسسة الدولة على جميع الأصعدة؟
أنا أعتقد أن لأي متتبع لمن يدير هؤلاء أو على الأقل الناطقين الرسميين باسم هذه الحركتين سواء رشاد أو الماك يعني يكتشف من وراء هؤلاء ببساطة. الآن لو نرجع إلى منصات التواصل الاجتماعي وكيف يستعملون هذه المنصات ومن وراءهم ومن يمجدون في أحاديثهم وفي تدخلاتهم وما هي الفئة المستهدفة من كلامهم، نعرف أن من هو بطبيعة الحال من آلامتهم الجزائر ومن آلامهم موقف الجزائر التي المواقف الثابتة والشجاعة التي يؤمن بها الشعب الجزائري وتؤمن بها الدولة الجزائرية ألا وهي القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية. إذن لنذهب إلى هذين على الأقل الأساسيين وكذلك على مقارعة الاستعمار وفي كل مكان من العالم. إذن هي الدول الاستعمارية التقليدية بعبارة شاملة وهناك من هم متضررين من هذين الموقفين الشريفين الثابتين للشعب الجزائري وللدولة الجزائرية، هو الموقف من القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وموقف من الصحراء الغربية على أساس أنها قضية تصفيه استعمار في القارة الأفريقية. إذن هاتين الدولتين أو هذين الكيانين الذين هما الآن يتجرعان الهزيمة ومرارة الهزيمة من عدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم في المنطقة، قطعا هم من يمولون وهم من وراء هذه المجموعات. أستاذ كروش أيضا في السياق أسألك، يعني عندما نتحدث عن هذه الأطراف برأيكم ما هي طبيعة التسهيلات والدعم الذي يلقاه مسؤولو الماك الحركة الانفصالية ماك وحركة رشاد لنشاطهم في أوروبا؟ إذن ولهذا قلنا الاستعمار التقليدي هو دائما متضرر، ولا ننسى في بداية الأمر قلنا أن الجزائر هزمت الحلف الأطلسي وبالتالي دائما هم الآن بالنسبة لهم مشكلة مع الشعب الجزائري الذي هزمهم شر هزيمة وأخرجهم من أرضه. إذن هذه التسهيلات والمنابر الإعلامية التي توفر لهم وكذلك التغطية السياسية وحتى على منابر دولية في 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 أوروبا وغيرها نجد كذلك يغدقون عليهم بالأموال ويفتحون لهم كل الأبواب، ينشطون بدون مراقبة وبدون يعني بأدنى يعني خارج الأعراف حتى الدبلوماسية والسياسية بين الدول، وهم من فتح لهم الباب هم من يوفر لهم التدريب من يوفر لهم المال وهم من يوفر لهم التخطيط والاستراتيجية في ضرب وطنهم من الداخل. إذن هذه الأسئلة لابد أن تطرح ولابد على كل جزائري أن يطرح هذا السؤال، لماذا هذه التسهيلات التي تجدها هذه الهيئات في أوروبا وفي غير أوروبا وهي موجهة ضد بلادهم في الداخل؟ وهنا نطرح أيضا سؤال آخر، ماذا يستفيد نظام المخزن والكيان الصهيوني من دعم الماك وما طبيعة هذا التآمر؟ أظن أخ محمد يجب أن نقول وقبل أن نجيب هذا السؤال فقط أقول أن قضية التسهيلات هي تسهيلات قديمة. أظن أن في أيام الإرهاب كان الغرب يتغاضى على عملية تمويل على العمل الإرهابي بالجزائر، تجنيد الخارج، التسليح وغيرها، تلني ليس شيء جديد. فيما يخص قضية المغرب والكيان الصهيوني أظن أنه كما قلت الكيان الصهيوني في تصوري هنا لا يجب أن تكون دولة قوية مستقلة القرار في المنطقة، وأظن مفهوم التفوق الاستراتيجي الإسرائيلي وقائم على مبدأ صفري، مبدأ صفري القوة الرافضة لقوة أخرى. اليوم الجزائر بإحصائيات دولية نحن في المرتبة 27 من خلال Global Fire Power Index اللي هو أحسن تصنيف دولي للجيوش، المرتبة 27 بما يجعلنا القوة الثانية إفريقيا، القوة الثالثة عربية، ولكن أيضا مقارنة بدول الجارة التي لا يمكنها أن تقبل وجود دولة جزائرية مستقرة قوية على المستوى العسكري وكان هذا على المستوى الاقتصادي. الدخل الوطني الخام الجزائر هو أكثر من ضعف الدخل الوطني الخام للمملكة المغربية. ثلاثة، أنا دخل الوطني الخام
قائم بالأساس على منتوج ومنتوج لنشاط اقتصادي صافي، بمعنى آخر بالإضافة إلى المحروقات الصناعة والفلاح، في حين أن 23% من الاقتصاد المغربي هو من المخدرات و 6-8% هي من عملياتنا بثروات الصحراء الغربية. ثلاثة أخ محمد، أن الجزائر منذ استقلالنا لم نكن أبدا قوة أو دولة تشكل خطرا لجيراننا، وحتى في تاريخنا لم نكن أبدا دولة ذات ثقافة توسعية حتى في أوج قوتنا البحرية، عكس دول الجارة التي لا تؤمن بالحدود ولا تؤمن حتى بالاعتراف بحسن الجوار. أظن أنه ما يقلق المغرب هو أن هذا القوة هي بمثابة الدعم الفعلي لوعي مشترك لشعوب المغرب العربي حول ضرورة العمل على بناء تصورات قائمة على فكرة سيادة الدول، استقلالية القرار، في حين الدولة المغربية هي فاقدة لهذا الاستقلالية، دولة خادمة استراتيجيا. الكيان الصهيوني والمغرب حاليا وما في ثنائية ستنبينهم في ثنائية استراتيجية تشكل خطر على كل منطقتنا، وتشكل خطرا ليس فقط على الجزائر ولكن على كل جوار. بروفيسور، هنا يعني تحمل الحركة الانفصالية ماك أفكار تستهدف الوحدة الوطنية، لماذا تستغل مناطق من الوطن دون أخرى لنشر الفترة؟ أظن أخ محمد يجب أن ننظر إلى التاريخ. أنا منطقة القبائل لم تكن أبدا منطقة بها مثل هذه النزاعات. لنذكر من يقرأ التاريخ أن ما عرض يوم عرض لديكري كريميور في 1871 منطقة القبائل رفضته. منطقة القبائل كانت دوما منطقة مشكلة لمكون من مكونات الدولة والأمة الجزائرية، مكون من مكونات الجزائرية. على المستوى الهوية هي هوية محصنة، أكبر دليل على ذلك هو عدد المساجد والزوايا والمدارس القرآنية الموجودة، عكس ما يطرح. شيء ثالث هي مساهمات هذه المنطقة ككل مناطق الدولة الجزائرية والأمة الجزائرية من خلال الدفاع عن هويتنا، ولكن أيضا تحرير أرضنا من الاستعمار الفرنسي. والشيء الأهم أن حاولت فرنسا من قبل، وحاول المغرب حتى في السبعينيات من القرن الماضي، دائما فشل. اليوم مشروعا يؤول للفشل، وأظن أنه منطقة القبائل لا يمكن أن تكون حاضنة لمثل هذا الفكر، لمثل هذه الطروحات التي هي الروح الوطنية، لا هي دخيلة على ثقافتنا، هي دخيلة على وطننا الجزائر، ودخل على هذه المنطقة. المنطقة كما قلت هي منطقة التي قدمت برمزيات كثيرة الكثير لبناء استقلال الجزائر، استنساخي بيان ثورة نوفمبر كان في المنطقة، مؤتمر السومة كان في المنطقة، 11 عقيد من المنطقة، وعشرة آلاف من الشهداء في المنطقة. أيام الدفاع عن الجمهورية في التسعينيات قامت أيضا بنفس الشيء. اليوم منطقة القبائل ككل مناطق الجزائر هي أساس المدافعة بنفس تقريبا الشحنة الروحية، بنفس الشحنة العاطفية الوطنية على الدولة الجزائرية، وحدة وطنية ووحدة الشعب، ودائما تعمل على البقاء موحدة ومدافعة على رموزها الوطنية ومؤسساتها حتى المعروفة. سنعود نكمل النقاش يعني بعد أن تكتمل الاعترافات، أيضا تكملة طبعا للاعترافات التي أدلى بها المدعو حدار نور الدين للمصالح الأمنية عن وجود مخطط إجرامي. نستمع لما يلي أيضا. كيلي لي زرع بلي لماك انك لماك انك غير لازيك انت هنا كنا في قبيل لن يعبد مساكيت سي دي زينوسون زرينا راه ميم با لماكاكيا بلي روح هذينا يكون لين قبايل عيبات ذي القبايل هذا زرم بلي لماكاكيا يروح هذينا غنا جامي غادي يروح لماكاكيا خاطر انك يقين دي هنا تيزي وزو لماكاكيا ذي تدارثي وكيقعو يكجهد يكون زرين يعبد ذي تدارثي وسي دي جان إذا ما يقدني عن 20 طوغة لما 35 40 طوغة طوي جان يكون نظران باللي لما كاقيا إنا يكون نظرين إن كينيا ديجا فراف اللسن ماشي فراف اللسن نعم ذا شوية
باسكو تكنيا مصروف عامدها شويه هي كان ظلام باللي لي جويث هكذا مروك هكذا هذا النظام كندا يدي تكني ديري من النية وصغي من هذه الماك جمال قيمة ذي الماك. استمعنا أيضا لتكمل الاعترافات طبعا المدعو نور الدين حداري للمصالح الأمنية عن وجود مخطط إجرامي في السياق. أسألك أستاذ كروش تستخدم الماك ماك حملات يعني حتى إعلامية مغرضة ضد شخصيات معروفة معارضة لفكرها بانتهاج وسائل الضغط، كيف تمثل مثل هذه الأساليب أستاذ كروش؟ نعم حتى بالنسبة للماك والمنطقة التي ترى فيها هي ربما بيئة حاضنة لها كانت هذه المنطقة هي يعني ضحية ممارسات هذه الحركة على أساس اللي نرى مثلا في الانتخابات أو الاستفتاء في الدستور أو الانتخابات في الرئاسية كيف أن هذه المجموعات استعملت القوة والعنف ضد سكان هذه المنطقة، وأن لو كانت هذه البيئة حاضنة لهذه المنطقة كما يدعي هؤلاء هذه الحركة تكونت في 2001 و2002 الآن في عمرها 20 سنة لماذا لم تجد لها أنصار في هذه المنطقة؟ إذن وتحولت من الدعوة ربما نقول ولا العمل السياسي إلى العمل العنفي الظاهر بالتدريب والتسليح واستعمال التفجير إلى غير ذلك. إذن هذه الأساليب التي تستعملها هذه الحركة الأول ضحية لها هم سكان هذه المنطقة التي تدعي زورا هذه المجموعة على أساس أنها بيئة حاضنة لها. إذن هذه الأساليب هي من أساليب دائما ورأيناها وليس فقط بالنسبة للحركات الانفصالية أو بالنسبة لتفتيت المجتمعات الداخلية أو المجتمعات من الداخل وضرب الجبهة الداخلية شفناها في جميع الدول العربية التي ما مسها ما سمي بالربيع العربي وكيفية استعمال منصات التواصل الاجتماعي بكثافة وبقدرة هائلة وباستعمال الأموال كذلك لأن في توظيف الخطابات نعم توظيف الخطابات واستعمال الأموال عن طريق الفيديوهات وعن طريق منصات التواصل الاجتماعي بكل أنواعها ودفع أموال لأن لم تدفع أموال على منشور هذا المنشور يعني في دقائق معدودات يصل إلى آلاف وآلاف القارئين والذين يتصفحون هذا كذلك بالنسبة للفيديو وبهذه الأعمال كذلك لو تدخل مع هؤلاء في يعني نقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي تجده أنه لا يتركك يعني ربما طول الليل وطول النهار يعني وهذا يعطيك فكرة على أن هؤلاء متفرغون لهذه العملية عملهم هي يعني ذباب إلكتروني موجود يفتحون مئات المواقع الحسابات الوهمية وتكون لها نفس الفكرة على أساس كما قلنا هناك مايسترو واحد هو من يوجه وهو من يعطي التعليمات وتجد أن كل هذه المعلومات كذلك يعددون مصادر الدعاية والإشاعة الكاذبة إلى غير ذلك حتى أن المتلقي تبدو له وأنها هذه المعلومة تكلمت عنها عدة مصادر وبالتالي هي معلومة حقيقية كذلك إحباط معنويات سكان المنطقة يعني بتعنيفهم سواء بالكلام أو حتى بعنف جسدي إذا خالفوهم أي رأي من الآراء التي يطرحونها ولهذا دائما هذه الأموال هذه التدريبات التي يتلقونها في الخارج هي نتيجة من أجل يعني نشر هذه الدعاية الوهمية في صفوف الشباب زيادة على ذلك الأموال التي كان كي يتكلم عليها وإغراقها الآن هؤلاء الذين يقومون بأعمال وينفذون هم يعني مرتزقة بأتم على الكلمة نتيجة الأموال يعطونهم أموال وهم يقومون وليس لهم يعني مناضلين في هذه القضية ليس لهم مناضلون في هذه القضية بالعكس الناس مأجورين لا غير. بروفيسور هل ممكن أن نفصل في كيف تتم الدعاية والترويج لنشاط الحركة الانفصالية ماك بالتحديد وما هي أدوات هذه الدعاية؟ أظن أن الدعاية مرتبطة في نظري أنا لست متخصصا جدا في هذا الموضوع لكن أظن أن من خلال قراءتي أنا تقوم في نظري على أربعة أشياء. النقطة الأولى هو تفعيل استراتيجية صنعت من طرف الغير صنعت من طرف أساسا من يدعمها الآليات الاستعلامية المخابراتية وظن أنها العلاقة واضحة موجودة وموثقة
الشيء الثاني هو أيضا محاولة لبناء قد نقول أداة إعلامية ناشطة ولكن قائمة على أساس على التضليل والأخبار الكذبة. وظن أنه لا أريد أن أقوم بالدعاية لهذه الحركة، لذلك لا أقوم باستخدام اسمها كثيرا. وأظن الشيء الثالث وأيضا الاستثمار في ما يسمى بجنود الظلام على مستوى الشبكات العنكبوتية، الحسابات الوهمية وغيرها، من أجل نشر هذا الفكر، ولكن أيضا محاولة لاستخدام ثلاثية التخويف التخويني واثنين والتوظيف، ونظن أنه ثلاثة موجودة عندما التخوين لمن لا يتبنى موقفهم، التخويف هو لمحاولة لضرب مصداقية الآخرين، ولكن أيضا لمساس بسمعة وغيرها. على مستوى التوظيف هي محاولة لتوظيف بعض العناصر المؤدلجة والمجندة من أجل نشر الأفكار. والنقطة الرابعة وأظن هي موجودة كثيرا، عن طريق استخدام الوسائل التي توفرها لها الدول الحاضنة لها. أظن أنه الآن بدأنا نرى بعض الأشخاص الذين يوظفون علنية من طرف بعض الدول. نظن أن اليوم أخ محمد أن لو ننظر ونقرأ بشكل مقارن مثلا الحركة الكردية في العراق والحركة الانفصالية بالجزائر، على الرغم من الاختلافات واختلاف من حيث المدى، من حيث العدد، من حيث التاريخ، من حيث الثقافة السياسية، من حيث طبيعة المنطقة، لا وجد نظن أنه فيه نقطتين من حيث التشابه. الأول القابلية لأن يوظف، قابلية هذه الحركة الانفصالية أن تكون أداة في يد الغير. والشيء الثاني وهو الأهم أنها تستخدم كل الأدوات ما دامت المادة متوفرة. وأظن لذلك نجد سخاء في التمويل كما سمعنا في هذا الفيتيار لهذه الحركة من طرف الممولين الأساسيين خاصة الجارة الغربية. ولكن أظن أنه في مدى 20 سنة كما قال الأستاذ أحمد أن الحركة لم تستطيع أن تبني لا منطقا يدفع لعملية التجنيد والتعبئة على مستوى المنطقة، ولا إقناعا لم تستطع أن تبني خطابا ما عدا خطاب الكراهية. وثلاثة واسمح لي وهو الأهم أن لجوءها للعنف يعبر بشكل مباشر على مستوى اليأس الذي وصلت إليه. أنت ذكرت طبيعة هذه الخطابات، خطابات الكراهية وخطابات يعني زرع الأمن والاستقرار وحتى زرع الفتنة. نستمع إلى خطابات الحركة الانفصالية معك. جابيل لا كابيلي، جابيل لو بوبل كابيل à accepter la mise sur pied d'un corps de contraintes. Pourquoi je le fais? C'est parce que sans autorité, nous ne serons que des troubadours. J'appelle même la jeunesse à s'engager dans ce corps de contraintes et ce corps de sécurité. استمعنا إذن إلى خطابات الحركة الانفصالية. ماك، تعليقك سيد كروش. هذه هي السلعة التي يملكونها ويريدون تسويقها، يعني هي خطاب الكراهية وخطاب يعني التمييز العنصري إلى غير ذلك، لأن ليس لهم خطاب آخر يعني يقنعون به أتباعهم أو الشعب الجزائري. إذن هؤلاء الآن أصبحوا كشفوا عن نواياهم على أساس أنهم عنصريون، على أساس أنهم يتميزون ويريدون فكرة تمييز شعب أو فئة عن فئة أخرى. إذن هذه لم تأتي على الشعب الجزائري. الشعب الجزائري هو شعب موحد، الشعب الجزائري له أصول واحدة كما قال الإمام عبد الحميد بن باديس، نحن أمازيغ ربنا الإسلام، لا أحد يزايد عن الآخر في أمازيغيته وفي عروبته أو في إسلامه. إذن كلنا من طينة واحدة، كلنا من هذا البلد، الكل دافع عن هذا البلد، الكل لابد وأن يأخذ بمدرسة
مدرسة الحركة الوطنية، المدرسة التي تعلم الوطنية، المدرسة التي قهرت الاستعمار وجاءت بالحرية. هذه المدرسة وأبناء هذه المدرسة لا أظن أنهم يعني ينساقون وراء الكلمات وراء هذه الأحلام التي يحلم بها مثل هذا الشخص أو غيره. إذن لحمة الجزائريين وأسباب يعني تماسك الجزائريين وفي ثورة التحرير وحتى بعد ثورة التحرير في كل يعني المراحل والمحطات إلا وكان الجزائريين بجنب بدون تمييز وفي كل المناطق الشهداء من منطقة القبائل يعني ضحوا بدمائهم في المنطقة الغربية وفي المنطقة الشرقية وفي منطقة الصحراء. كذلك المدرسة الوطنية أو الحركة الوطنية أثناء يعني انطلاق الثورة التحريرية لم يعني يقوموا بانطلاق ثورة التحرير المباركة في منطقة دون منطقة، بل يعني ذهبوا إلى على أساس أن الطلقة الأولى سوف تكون على ربوع في ربوع الجزائر ككل. نفس الشيء أثناء المفاوضات على استقلال الجزائر ورأينا وقرأنا كيف أن المفاوضات كانت عسيرة من أجل عدم التفريط ولو في شبر من تراب الجزائر. إذن هذه هي كلها مقومات وحدة وطنية نعرف متينة يعني بالتألف والتآخي والتسامح. هذه هي طبيعة الشعب الجزائري وليس طبيعة ما يقوله هذا السيد. خطابات تحريضية موجهة بصورة خاصة للشباب في هذا السياق، هذه الخطابات كثيرا ما تقدم في حسابات أو تعرض في حسابات وهمية لبث مزاعمها، إحدى الوسائل حتى الموظفة لتغليط الرأي العام. بروفيسور برقوق، برأيك هل الشباب الجزائري واعي بخطورة هذه الوسائل وحتى يعني خطورة هذه الخطابات؟ أظن الشعب والشباب الجزائري أوعى مما يظنه الكثير. أظن سنتين تقريبا 24 شهر من حراك يتميز بسلمية ولا قطرة دم ولا زجاج قد انكسر، أظن في حد ذاته تعبير عن ذلك. وأظن نتحدث أيضا عن شباب في غالبيته متعلم وجامعي مدركا لما يحاك ضده، ولذلك أقول بأن أحد الأسباب الأساسية لفشل هذا المشروع الهدام وفي وعي هذا الشباب. وأظن أنه لا يمكن لمنطقة القبائل أن تكون حاضنة لهذا الفكر المتطرف ولهذا التصورات غير الوطنية، ولا يمكن أيضا أن يلقى دعما من مناطق أخرى. أظن فقط لكي يمكن أن أتم ما قاله الأخ أحمد، أن اليوم إذا كان درسا يمكن أن نستخلصه أخ محمد، أننا في عالم قبل استخلاص ضروري نريد أن نسمع ضروري أن أقول هذه الكلمة. تفضل، يعني سنستمع أيضا إلى خطاب حركة رشد. لا ضروري أن أقول الكلمة لأنها مهمة جدا. إذا يجب أن نكون واعيين بثلاثة أشياء أخ محمد، أن العالم في تحول، والتحول ينتج بالضرورة توجهات مضارة لدولة لا تعرف أين تسعى. يقول أنا واجبنا اليوم أننا نقرأ ما يقع من وما يحاكي ضدنا، لأن الحركة الانفصالية هي أحد أبعادها. الشيء الثاني يجب أن ندعمه بشكل مستديم هويتنا الوطنية ليس فقط الثقافية ولكن هويتنا السياسية كدولة جزائرية قامت بكفاح وتضحية الشهداء والمجاهدين. والشيء الثالث هو أيضا قدسية المؤسسات وخاصة المؤسسات الحامية للبلد، الجيش الوطني الشعبي وكل مؤسسات أمنية داعمة لها. إذن التالي نستمع لخطابات حركة رشد. ولذلك أنا أقول لإخواني الطلبة، أنتم مش شرط إذا كان أنت راك إسلامي والآخر عروبي وهذاك ماركيست وهذاك شيوعي، أنتم لا تجمعكم الأفكار، أنتم تجمعكم المقاومة ضد النظام العسكري. حركة رشد موجودة في الداخل وعناصرها وبعض قياداتها موجودة في الخارج، لكنها تؤمن أن الحل يأتي من الداخل. الخارج هو الحل يأتي من الداخل والخارج داعم فقط. المعروف حتى أن يعني الذي يقرأ في الاعترافات، اعترافات طبعا حتى صور العملية هذه الإرهابية أو الإجرامية كان من المقرر استغلالها ذريعة
لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية. ما تعليقك أو قراءتك أستاذ كروش؟ هذا هو خطابهم، وكذلك يريدون أن تكون تفتيت الدولة من الداخل وضرب الوحدة الوطنية من الداخل وبدعم خارجي، هم يقولون ذلك، وأصبح مكشوف كل الأمور أصبحت مكشوفة وموضوعة على الطاولة. إذن هؤلاء يريدون بتحريضهم، والآن كل اهتمامهم مركز على الجبهة الداخلية وضرب وحدة الجيش والشعب. ولو نسمع ونشاهد الشعارات التي ترفع وكذلك التي تردد في بعض عندهم نعرف أين اتجاههم وأين هي النقطة الأساسية التي يريدون يعني ضربها أساسا، هي وحدة الشعب والجيش ووحدة الأمة ككل. إذن هو يقول نعم أن التغيير يأتي من الداخل، ولكن الدعمون هو دعمون من الخارج. نعم تدربوا في الخارج، والأموال تأتي من الخارج، والأوامر تأتي من الخارج، وكل شيء يأتي من الخارج، ولهم بعض الأذرع هنا في الداخل من أجل التغيير الذي يريدونه هم، الذي لا يريده الشعب الجزائري والمخالف للفكر الجمعي للشعب الجزائري. كيف نبسط ذلك بروفيسور؟ أقول أنا ما نبسط ذلك أن عندما نقول تغيير من الداخل ودعم الخارج ومشروع أجنبي يراد أن يفعل في الجزائر، أظن أنه كما قال أخ أحمد لو نقرأ بشكل مقارن الخطاب الشائعات التي ترفع حاليا هي محاولة تكرار السيناريو الليبي، السيناريو السوري عفوا، الذي كان سيناريو هاني دورس في مخابر غربية ونفذ بأيدي عربية، ولكن سوق لها أيضا على المستوى الإعلامي بالعرب، ولكن على المستوى الدبلوماسي بالغرب، وعلى المستوى العسكري لتفعيل هذا المخطط هو كسر الدول عن طريق الشراكة العربي والغرب. أظن أخ محمد نظن أنه عندما نقرأ ونسمع لمثل هذه الخطابات يجب أن نقول بأن الأولويات كجزائريين كوطنيين كمواطنين مواطنين بسطاء والعمل على تعزيز الاستقرار النسقي للدولة، على تعزيز ثقافتنا وهويتنا الجامعة، وعلى العمل على الحفاظ على جزائر الشهداء، لأن جزائر الشهداء شهداء الثورة وشهداء الواجب الوطني. هذه التضحيات هي ما تجعلنا بالأساس أمام مسؤولية تاريخية من أجل العمل على الحفاظ على هذا البلد وتقديمه أمانة للأجيال القادمة دون ما السقوط في مثل هذه المناورات ومثل هذه المخططات ومثل هذه المؤامرات التي تهدف استقرار دولة تنمو على المستوى الاستراتيجي بشكل يزعج الكثير، جيراننا على مستوى الغرب، عدونا على مستوى الشرق، والعدو التاريخي على مستوى الشمال. شكرا جزيلا. وأنا أختم طبعا الحدث والملف الجزائر مباشر ببيان وزارة الدفاع الوطني أنها أكدت بأن التحقيقات لا تزال مستمرة لتوقيف جميع المتورطين في هذه المجموعة التخريبية. أشكر جزيل الشكر أستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيجية البروفيسور محمد برقوق حضورك في الجزائر مباشر اليوم. أشكرك الخبير الأمني أستاذ أحمد كروش أيضا لانضمامك اليوم لمناقشة الحدث والملف الجزائر مباشر اليوم. الآن الملف الدولي يعرض محطاته بدر الدين عباسي بعد الفاصل. تحية لك صحف تورك. شكرا جزيلا لك محمد صحف تورك وكذلك لضيوفك الكرام. مشاهدينا أهلا بكم إلى الملف الدولي. وبعد أيام من الاحتجاج تمكن الفلسطينيون من إزالة السواتر الحدودية للاحتلال من منطقة باب العمود في القدس المحتلة وسط أجواء من الفرحة الشعبية. وشهدت منطقة باب العمود والشوارع المحيطة بها احتجاجات ومواجهات عنيفة منذ مطلع شهر رمضان بإغلاق ساحة باب العمود وتقسيمها بالحواجز. مراسلة لوسام أبو زيد. هنا القدس والمرابطون ينشدون أغاني النصر والحرية بعد أن أجبروا الاحتلال الإسرائيلي على إزالة كل حواجزه العسكرية في باب العمود التي أقيمت قبل 13 يوما للتضييق على المصلين والشباب المقدسي وأغراض سياسية
تؤكد في تفاصيلها نيته السيطرة على أجزاء من المدينة المقدسة. أجواء جدا إيجابية، شعب فلسطيني مرة أخرى والشباب المقدسي يثبت مرة أخرى صموده على هذه الأرض وإثبات كلمته على هذه الأرض، ورسالة موجهة إلى هذا المحتل بأن هذه القدس سوف تبقى عربية وهذه القدس إسلامية وهذه القدس كلمتها حاضرة. الصمود هذا كله نتيجة الشهداء اللي استشهدوا في باب العمود، نتيجة الإبعادات، نتيجة تدمير البيوت. 13 يوما من المقاومة الشعبية والتصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين وعشرات الإصابات والمعتقلين كانت كفيلة لأن ترفع راية النصر في ظل ما تعانيه المدينة المقدسة وضواحيها من خطر التهويد والتهجير. المقدسيون يعيشون في معركة وجود، ونحن نرى بكل السياسات الاحتلالية التي مرت في الفترات السابقة هي حرب على وجودهم الديني والسياسي وأيضا الديمغرافي، لذلك المقدسيون راكموا كل هذه الأحداث. معركة القدس في رمضان لم يهدأ فيها الشعب الفلسطيني ليل نهار، رافضا لكل أساليب القمع الإسرائيلي وفرض وقائع جديدة على الأرض. مدينة القدس تشكل خط أحمر، وتعبر الشعب الفلسطيني أنه قادر على حماية مدينة القدس وحافظ وقادر على حماية سيادته عليها، ولن تكون القدس إلا فلسطينية عربية إسلامية. فإزالة الحواجز هي معركة من حرب طويلة مع الاحتلال، دافع فيها الفلسطينيون عن كرامتهم ومصرى نبيهم، ورسموا حدود دولتهم بحناجرهم وصدورهم العارية. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين. وفي ليبيا أجل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة زيارة له إلى بنغازي لعقد أول اجتماع فيها للحكومة، وذلك بعدما تم منع الوفد الذي يتقدمه من الدخول في مؤشر واضح على أزمة سياسية جديدة قد ترهن وقول مصير اتفاق المصالحة الوطنية. المزيد مع العرب قشال. يبدو أن الطريق نحو إنهاء حالة الانقسام بين شرق ليبيا وغربها ما يزال طويلا، دونه عوائق وعقبات على الرغم مما تم الاتفاق عليه على الورق تحت عباءة الرعاية الأممية. رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة يرجئ اليوم مرغما زيارة إلى بنغازي لعقد أول اجتماع لحكومته فيها، والسبب أو بالأحرى ما يبدو أنه سبب حالة الاحتقان والغضب لدى بعض الفصائل المسلحة والمدنيين الموالين للواء المتقاعد خليفة حفتر الذين منعوا الوفد الذي يسبق زيارة دبيبة ويجهز لها، منعوه من الدخول إلى بنغازي بحجة تصريحات لدبيبة أدلى بها لنازحين فروا من بنغازي إلى طرابلس أثارت غضبهم وأخرجت محتجين ضده أمس في بنغازي. الناطق الرسمي باسم الحكومة اكتفى بالإعلان عن التأجيل إلى أجل غير مسمى دون ذكر التفاصيل، وفي التفاصيل مؤشر واضح على استمرار الخلاف بين المعسكرين المتناحرين دون التصريح به، على الرغم من إعلان دبيبة في السابق بأنه تم توحيد 80% من مؤسسات الدولة الليبية ولم تبقى إلا المؤسسات العسكرية. في المقابل وإصرارا على سير خط الاتفاق، يؤكد اليوم النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي التزام المجلس التام بالعمل على ملف المصالحة في كل أنحاء ليبيا، مشددا على ضرورة الإسراع في كل الخطوات الإجرائية التي تصب في هذا المنحى. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ رشيد علوش الخبير في الشأن الليبي. مساء الخير أستاذ رشيد، كما تابعت التقرير تم تأجيل اجتماع الحكومة الليبية في بنغازي بسبب ما وصف ببروتوكولات أمنية مبالغ فيها من طرف حرس الوفد الحكومي. برأيك هل مجرد بروتوكول يمكنه إلغاء اجتماع حكومة كان سيكون الأول من نوعه في المدينة في عهد المجلس الرئاسي الجديد؟ مساء النور أخي مطربين، صحاب طورك وصحاب طور كل الأساتذة الكرام الذين كانوا في الاستوديو. هو يعني السبب المعلن الذي طرح اليوم من طرف ربما أحد العناصر الأمنية التابعة للمشير خليفة حفتر على أنه كان هناك 67 فرد من القوات الأمنية التي وصلت إلى مطار بنينة وتم منعهم، وكانوا في إطار ربما التحضير لزيارة عبد الحميد دبيبة إلى العاصمة الشرقية لليبيا بنغازي، ولكن السبب الحقيقي هو يظهر ربما بعد
استلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها في الشرق الليبي. عبد الحميد بيبا لم يكن في حفل الاستلام بداية، وظهرت بعدها المناوشات من ناحية العمليات العسكرية الاستعراضية التي قام بها خليفة حفتر، والتي فهمت على أنها موجهة خاصة لحكومة عبد الحميد بيبا، وردت عليها حكومة الوحدة الوطنية أيضا باستعراض عسكري. ولكن من ناحية أخرى، من أحد أسباب الخفية في هذه في لإلغاء الزيارة هو أن عبد الحميد بيبا حكومة عبد الحميد بيبا كانت لها العديد من التصريحات من ناحية فتح تحقيقات أمنية حول التسيب الأمني في مدينة بنغازي، وأيضا فتح ملفات فساد ثقيلة تم تشريحها وتم تبيينها في الشهر الماضي، وصرح صراحة وقال بأنها ملفات فساد تاريخية. وهذا ما يدعو ربما للقول بأن التحدي الذي نظر إليه في البداية بالنسبة لحكومة عبد الحميد بيبا أنها هل ستكون قادرة على الوصول إلى كل مناطق الدولة الليبية. ولهذا يتساءل البعض أستاذ رشيد، كان هناك اجتماع قبل أيام في مدينة مصراتة وكان الأمر عادي جدا، لماذا التعقيد في شرق ليبيا وفي مدينة بنغازي بالضبط؟ التعقيد هو أنه خليفة حفتر الآن لا يريد تسليم سلطاته العسكرية لحكومة الوحدة الوطنية، من ناحية أنه يريد فرض ربما رؤية وجندة معينة على حكومة الوحدة الوطنية، ويريد الاستمرار في المشهد العسكري من ناحية، ولكن من ناحية أخرى حكومة الوحدة الوطنية الآن هي واقعة في أزمة يمكن التعبير عليها بأنها أزمة تغلغل، من ناحية أنها غير قادرة على الوصول إلى كل المناطق الليبية، وهذا يعبر عليه بأنها أزمة نظام سياسي في البداية. ومن ناحية أخرى يعني إصرار خليفة حفتر على عدم وصول حكومة الوحدة الوطنية إلى الشرق الليبي هو محاولة للتغطية على بعض ملفات جرائم التي ارتكبت في العاصمة طرابلس، ولكن محاولة أيضا للتغطية على ملفات فساد تم تصويرها من طرف حكومة الوحدة الوطنية. نعم، هذا الاجتماع الذي كان سيعقد في مدينة بنغازي كان من المفترض أن يكون خطوة مهمة لدفع بمكونات الوحدة الليبية والتي تحدثت عنها، وتحدثنا أيضا عن المكون العسكري خاصة، كان من المفترض أن يقدم خطوة إلى الأمام. هل فشلها مؤشر على عمق الآن الخلاف بين معسكري الشرق والغرب في ليبيا، وكأننا عدنا إلى نقطة البداية إن صح التعبير؟ الآن أخي محمد كما قلنا في العديد من المداخلات بأن التحدي الآن بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية أو حتى للمجلس الرئاسي برئاسة عبد محمد المنيفي هو أنه ما هي السبل أو ما هي الآليات التي يمكن بناء عليها توحيد المؤسسات السياسية ولكن أيضا الأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية. شهدنا أيضا منذ يوم أو يومين فشل البرلمان الليبي في إقرار الميزانية العامة، وكانت هناك تجاذبات من ناحية إقرار الميزانية، ولكن الآن نظرا للتحديات الأمنية المطروحة خاصة على المستوى الخارجي خاصة مع الحركات التمردية التي تشهدها منطقة الجنوب الليبي باتجاه شمال تشاد، وهناك حديث على أنه إلزامية ربما توحيد المؤسسة العسكرية لمجابهة هذه التحديات الأمنية والعسكرية، ولذلك فإن ربما عدم توحيد المؤسسات التي قيل أيضا بأنه تم الوصول إلى مستوى 80% من توحيد هذه المؤسسات، ولكن على الأرض كما هو معلوم الآن ما زال نوع من الانقسام، حتى أنه إلغاء زيارة عبد الحميد بيبا إلى مدينة بنغازي ينظر لها على أنه وكأن عبد الحميد بيبا كان يحضر لزيارة دولة أجنبية وليست دولة ليبية، من ناحية أنه تم إرسال فريق أمني لتحضير الزيارة وتم رد الزيارة من طرف قوات أمنية وعسكرية تابعة. طيب بوادر الأزمة هذه التي تؤشر لها دكتور رشيد، بوادر الأزمة هذه التي تؤشر لها من خلال تحليلك الآن، هل يمكن أن تهدد المسار السياسي الذي رسم ليصل إلى الانتخابات الرئاسية نهاية هذه السنة؟ وأخي محمد يعني كان هناك أيضا تحدي مطروح بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية، هل من ناحية هي مكلفة أساسا بالتحضير للوصول لموعد الانتخابات العامة التي ستكون في 24 ديسمبر من هذا العام، ولكن انشغال حكومة الوحدة الوطنية بالمشاكل اليومية للمواطن الليبي أساسا من الناحية الاقتصادية وحتى من الناحية الصحية، أشغالها عن التحضير لهذه الانتخابات من ناحية ربما تعيين أو التحضير
المفوضية العليا للانتخابات، ونشهد أنه تقمص الفترة الزمنية التي الآن بقيت أقل من أكثر بقليل من 6 أشهر حتى يحل موعد الانتخابات، ولذلك فإن الآن ربما سنشهد غرق حكومة الوحدة الوطنية في المشاكل اليومية وتتناسى الوصول إلى تاريخ موعد إجراء الانتخابات الرئاسية وحتى الانتخابات البرلمانية، وهذا ما يدعو إلى بروز مؤشرات على أنه ستعود العمليات العسكرية وتتعود الأزمة إلى مربع الصفر، خاصة من لو قرأنا أنه إنتاج حكومة الوحدة الوطنية كان في البداية من بضغط من طرف قوى خارجية للاستفادة من المزايا الاقتصادية وأيضا لتقسيم والفعل. في الأخير وباختصار نظرا لضيق الوقت، هذا ربما التصعيد العسكري الذي تتوقعه، هل يعني مجددا إعادة تدخل الأطراف الأجنبية في المسار، أم أن الهيئات الأممية ستحاول إنقاذ ما رسمته في البداية؟ وتحدثنا عن اجتماع فيينا أو اجتماع عفوا تحدث عن اجتماع الذي كان مع الفرقاء الليبيين مؤخرا في ألمانيا. واخي محمد، لو نعود ربما لمجلس قرار مجلس الأمن الذي كان بالإجماع في 16 أفريل الفارط، كان هناك إصرار على إخراج المرتزقة الأجانب، ولكن أيضا كان هناك إصرار على توحيد المؤسسات الأمنية من ناحية، ولكن من ناحية أخرى رأينا أيضا عودة التجاذبات من ناحية الدول المنخرطة في الأزمة الليبية، خاصة الإيطالية الفرنسية، واتهام إيطاليا لفرنسا بأنها تستحوذ أو تستغل ثروات الشعب الليبي للنهوض من أزمة الاقتصادية. ولكن من ناحية أخرى لو نسقط التجاذبات الخارجية على الداخل الليبي، فإن تكوين حكومة الوحدة الوطنية في البداية رغم محاولته تكوين أو إخراج هذه الحكومة ولا تخضع لاستقطابات على المستوى الداخلي، ولكن على الأرض الآن نشهد نوع من الفشل من ناحية أن الطرق ما زالت مقطوعة، المرتزقة الأجانب ما زالوا موجودين في الداخل الليبي، السلاح ما زال منتشرا أيضا، ولكن أيضا المؤسسات ما زالت منقسمة، لأن الحل بناء على محاصصة كرست في الحكومة وكرست أيضا في المجلس الرئاسي، والآن يتم الحديث على أنه سيتم تكريس المحاصصة الجغرافية والقدرية في توزيع المناصب السيادية. شكرا جزيلا الأستاذ رشيد علوش المختص في الشأن الليبي على تواصلك معنا وتقديم كل هذه الشروحات. في موضوع آخر، رفض المجلس العسكري الانتقالي في تشاد التفاوض مع المتمردين الذين شنوا قبل أسبوع هجوما ضد الحكومة متهما إياهم بقتل رئيس البلاد إدريس ديبي. رفض رد عليه المتمردون بتهديد المجلس العسكري بالتصعيد الميداني ضده. تقرير في سياق لعبد الله بوزاري. المجلس العسكري الانتقالي في تشاد أعلن رفضه التفاوض مع التمرد المسلح، واتهم المجلس العسكري في بيان له التمرد المسلح بالوقوف وراء مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بجروح أصيب بها خلال مشاركته في معارك ضد المتمردين شمالي البلاد. المجلس العسكري الانتقالي شدد في بيانه أن الوقت ليس للوساطة ولا للتفاوض مع من سماهم بالخارجين عن القانون، ولفت المجلس العسكري التشادي الذي يرث رئاسته نجل الرئيس التشادي ديبي أن قوات الجيش التشادي حددت معاقل المتمردين الذين يعيدون تجميع عناصرهم. المجلس العسكري في تشاد تحدث أيضا عن اتخاذ قوات المتمردين وفي مقدمتها زعيمه محمد مهدي علي قائد جبهة التناوب والوفاق في تشاد المعروفة اختصارا بفاكت لأراضي النيجر قاعدة خلفية لهم، ودعا حكومة رئيس النيجر محمد بوعزوم إلى التعاون من أجل تسهيل القبض على من سماهم مجرمي الحرب هؤلاء. وكان محمد ديبي نجل الرئيس المغتال قد تولى السلطة في البلاد على رأس مجلس عسكري في الوقت الذي رفضت فيه قوى المعارضة السياسية توريث الحكم وتولي الجيش قيادة البلاد. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام الملف الدولي. عودة إليك محمد. شكرا جزيلا لك بدر الدين عباس الجزائر مباشرة. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا. سأصحركم، السلام عليكم.